يبدو أن الإرهاب عزم على ألا يترك عام 2016 يغادر قبل أن يضع بصمته وبقوة في أواخر العام فلا يمر يوم في الشهر الأخير من هذا العام حتى يستيقظ العالم على هجوم هنا أو تفجير هناك رسائل يطلقها منفذ الهجمات من الشرق إلى الغرب تذكر بيد الإرهاب العابثة رغم المحاولات الدولية لقطعها لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز الوطني للدراسات الامنيه العميد خالد عكاشه. عميد عكاشه مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفه الاخبار نتحدث عن الايام الاخيره من هذا العام على ما يبدو هناك نشاط يعني ملحوظ لتنظيم داعش الارهابي تبنى الان الهجوم بالامس في المانيا الهجوم بالشاحنه على مجموع على جموع المتسوقين ايضا تبنى العمليه التي حصلت في الكرك بالاردن، قبل ذلك كان قد تبنى مساله تفجير الكنيسه في مصر، التفجير في عدن الذي راح ضحيته الكثير من الجنود اليمنيين. اذا هل يمكن القول بان كل هذه الامور مرتبطه بعضها ببعض؟ وهل بالفعل التنظيم يعني عزم على ان ينهي هذا العام بسلسله من هذه العمليات؟ مساء الخير تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين ويعني اسفا ان يعني بالفعل أو اوصف نهايه عام 2016 بانها عام عام التوتر هو عام التصعيد وعام الارهاب بامتياز واذا به الاخيره تشهد موجه جديده او محاوله لتشكيل موجه جديده ارى الرابط ما بينها وبين بعضها في هذه المحطات التي تم الاشاره اليها رابطا واضحا وطرق تنفيذ العمليات تكاد تكون في بعضها متطابق الى حد كبير والخلايا التي قامت بالتنفيذ كما تابعناها في اكثر من منطقه تكاد تشبه بعضها البعض ايضا بصوره لافته للانظار هذا هذه الملامح الاوليه هي بالفعل ما تؤشر بقوة بأن هناك رأس واحدة تدبر غرفة عمليات كبيرة قررت أن تنهي العام بالفعل أو تدخل نهاية العام مع موجة كبيرة من التصعيد أعتقد أنها ليست بعيدة إلى حد كبير عن الفقرة السياسية التي تحدثت عنها حضرتك مع الضيوف الاعزاء في الفقره السابقه المتعلقه بالاوضاع في سوريا وربما بعضا منها في يمتد الى العراق ان هذه الضبابيه ومرحله التعقيد السياسي غير الواضح على جزء من معادلته ان التنظيم الارهابي الاكبر الان على مستوى العالم بدا يضع رتوش على الصوره وبدا يصيغ ملامحه الجديده في مساله تنشيط الفروع مساله الاعتماد على خلايا صغيره هي خلايا سريه مغلقه مرهقه للاجهزه الامنيه من حيث كونها يعني لا يتوفر حولها كثيرا من المعلومات التي يمكن الوصول اليها بسرعه م. نزول واختيار اهداف جديده تماما مثل كنيسه البطرسيه في مصر في القاهره ومعبد او قلعه الكرك في الاردن او العوده مره اخرى ربما الى صياغه الذئاب المنفرده في برلين قوات عسكريه في اليمن ودخول داعش المفاجئ والمباغت بعملية كبيرة على المشهد اليمني الذي هو معقد بالاساس هذه هي الملامح التي ربما نفصل فيها يعني في اثناء النقاش لكن هذا التماثل وهذا النموذج المتكرر اظنه يؤشر بوضوح باننا داخل موجه متكامله مقصوده بعينها ومقصود ان تصل برسائل الى من يهمه الامر هل برأيك عميد عكاشة أن التنظيم تنظيم داعش يعني ما ما يقوم به من تبني لهذه العمليات دليل أو مؤشر على أن التنظيم بدأ يتلقى ضربات موجعة بالفعل في معاقله الرئيسية في سوريا في العراق أم أن هذا مؤشر أيضا على أن التنظيم ما زال قادرا على القيام بعمليات في أماكن مختلفة على الرغم من أنه يتلقى ضربات قوية؟ يعني بدايه لو يعني من الضروري ان نقسم الساحه التي يعمل فيها التنظيم بين العراق وما سوريا وهما قسمان لكل منهما خصائص مختلفه في العراق هو يتلقى ضربات حقيقيه ودخل الى مرحله الانحسار الواضح على الارض وخسائر متتاليه ومتواليه منذ نحو شهرين من الآن ويفقد الأرض بسرعة كبيرة. لكن على الساحة السورية ربما يعني لا توجد مؤشرات واضحة أو جلية على تلقي مثل هكذا ضربات أو دخوله إلى مرحلة الانحسار، لم تظهر بعد على الأرض السورية كما هي ظاهرة بشكل جلي على الساحة العراقية. بالنسبة إلى نقله إلى العمليات في خارج هذه الساحة وفي خارج حدود دولته المزعومة التي أعلن عنها في نهايات العام 14 و15 هذا الأمر هو حقيقي وصحيح وهو كتنظيم هو عمل عليه مبكرا أن يبدأ في زرع مجموعة من الفروع في خارجه وبدأ يدشن هذه الفروع وبدأ يستقبل بياناتها ويؤيد مبايعتها لها ومبايعة قائدها ابو بكر البغدادي في اكثر من مكان، آه آه تم ذلك في سيناء ولايه سيناء، وتم ذلك في سرت في ليبيا وبوكو حرام في نيجيريا وايضا الجزيره العربيه واليمن، هذا الامر كان مقصودا وهذا الامر هدد به التنظيم اكثر من مره عندما بدا يوفد مجموعه من الخلايا الصغيرة أو كما أسميناها في العام 15 و16 بالذئاب المنفردة المتواجدة في أوروبا وبدأ يطلق تهديدات حقيقية بأنه في حال استمرار الضغط عليه أو تلقيه خسائر كما تطرح حضرتك هو سينقل المعركة بشكل مباشر إلى المناطق الغير متوقعة ويستطيع أن يؤلم كل من سيشترك في التحالف المزعوم من وجهة نظره الذي يقاتله هو او يحارب الارهاب او تحت تحالف دعم مكافحة الإرهاب على مستوى العالم. ولذلك كانت الساحة الأولى التي بدأت تظهر في هذه العمليات. كانت مجموعة من الدول الأوروبية. فرنسا وألمانيا حظيت بالنصيب الأكبر فيها. <applause> طيب. عميد عكاش أود أن أسألك عن أنه هل هناك اليوم حذر أكثر؟ هل هناك حيطة أكبر من قبل الدول التي قد تكون مستهدفة لمواجهه مثل هذه العمليات يعني نحن نعلم ان الدول على الاقل المنخرطه في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قد تكون دول مستهدفه بطبيعه الحال هل هذه الدول برايك جاهزه اكثر اليوم للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات يعني اعتقد بالطبع الدول الاوروبيه على وجه التحديد كانت الاسرع وهي الاكثر جاهزيه وربما نحن نتعامل مع حادث برلين الاخير الذي حدث بالامس لكن بالتقييم الموضوعي هي استطاعت ان تضبط الاحوال والاوضاع الامنيه سريعا بعد الموجه التي كانت موجوده في نهايه العام 2015 وبدايات 16 الدول الاوروبيه اقصد بذلك فرنسا سويسرا النمسا بلجيكا بالطبع بقوه المانيا نفسها استطاعت ان تحاصر النشاط الارهابي بشكل كبير لكن يبقى في داخل اوروبا لغز ربما لم يتم حله امنيا حتى الان وهو مشكله اللاجئين واللاجئين هو مخزن مليء بالغموض وبالالغاز وقابل للتفجر في اي لحظه وقابل لانتاج مجموعات جديده من الذئاب والخلايا الصغيره التي ربما تجدد لكن في كل الاحوال بالتقييم الامني استطاعت هذه الدول ان تظهر قدر كبير من الجاهزية على أنها استقبلت الإشارة الواردة من تنظيم داعش وبدأت العمل عليها بالصورة الجيدة من ناحية الدول العربية أعتقد أن هناك سباق حقيقي ما بين الأجهزة الأمنية وما بين كثير في داخل كثير من الدول العربية وما بين تنظيم داعش او ما بين الخلايا التي تعلن عن انتمائها لها حتى لو كانت غير منخرطة بشكل رئيسي او بشكل تنظيمي مع التنظيم، هذا الامر ظهر في مصر واستطاع الاجهزة الامنية ان تقبض على او تضبط ثلاث خلايا قبل ارتكاب حادث كنيسة البطرسية وجميعهم متشابهين مع شكلا وموضوعا مع الخلية التي قامت بتنفيذ عملية البطرسية أيضا في تونس هناك مجموعات وصل الأمن التونسي إلى القبض عليهم فيما بعد عملية بن قردان التي تمت وكانت خلايا أيضا كانت متشابهة جدا مع الخلايا المصرية ولديها نفس التوجهات محاولة السيطرة او نفس توجهات ولاية سيناء وهو م. فرع ايضا لتنظيم داعش، مسألة محاولة السيطرة على مساحة من الارض، منطقة حدودية، تعامل مسلح مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية، لكن الامن التونسي ابلى بلاء حسنا. الفصل الجديد او او اللاعب الجديد الذي بدأ ينزل الى نفس هذه الساحة من السباق المعلوماتي والامني هو الداخل الاردني. وعملية الكرك حقيقة لا. قريبة أيضا الشبه بصورة كبيرة جدا من حيث عدد أفرادها ومن حيث دخولهم على الداخل الأردني مع خلايا التي ظهرت في القاهرة وعواصم الدلتا وجعلت الأمن الأردني يسعى بشكل قوي خلال ال 48 ساعة الماضية إلى تكثيف نشاطاته حتى أنه تعامل اليوم ظهرا بتوقيت الأردن مع خلية أخرى أظنها ليست لها علاقة وهو أعلن ذلك الأمن الأردني بشكل صريح أنها لا علاقة لها بحدث كرك لكن طيب. تتشابه أيضاً في مسألة حيازتها للأسلحة والمتفجرات. بدي أشكرك العميد خالد عكاشة المدير المركز الوطني للدراسات الأمنية كان معنا مباشرة من القاهرة. إلى هنا مشاهدين ملفات غرفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديدة إلى اللقاء.